ده امر. الامر التاني اللي حابب اتكلم فيه قصة زيزو نجم نادي الزمالك. زيزو بقى خلاص الفترة دي او اليومين اللي فاتوا دول هو حديث السوشيال ميديا، وسائل الاعلام كلها، زيزو رايح على فين، زيزو مكمل مع نادي الزمالك، زيزو هيبقى خارج نادي الزمالك. لكن الحقيقة ان نجمنا زيزو كان ليه رد قاطع وحاسم وبينهي وبيرد على كل الناس بقى اللي شككت في استمراره في نادي الزمالك ببيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بيه، ونزل ستوري على انستجرام واتكلم فيه باستفاضة بقى عن أمور كتير جدا هنستعرضها على حضراتكم إن شاء الله في فقرة الأخبار. ولكن همني قوي جملة مهمة في هذا البيان. الراجل قال رغبتي كانت وستظل هي نادي الزمالك. رغبتي كانت وستظل هي نادي الزمالك. وفي الحقيقة راجل في منتهى الاحترافية، لعيب بنشوف لعيب بعقلية أوروبية بيلعب في مصر، راجل بينتمي للمكان اللي هو فيه، بيقدر ويحترم جمهور نادي الزمالك وده الأهم. الراجل بيعمل اللي عليه، بيشتغل كورة بس، والجمهور ذكي جدا في انه يشوف لعيب بتاع كلام ولعيب بتاع افعال. زيزو من اللعيبة اللي بنشوفهم دايما في مواقف كتير جدا بتوع افعال. راجل واعي قوي جوه الملعب ونجم لنادي الزمالك في الثلاث مواسم اللي فاتوا، مش نادي الزمالك وبس، ده نجم الدوري المصري كله في اخر ثلاث مواسم. الراجل هداف، هداف نادي الزمالك في الموسم قبل الماضي، الموسم اللي حصل فيه نادي الزمالك على بطولة الدوري. الراجل كمان بقى ثامن الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك. الراجل تخطى رقم كابتن فاروق جعفر في الدوري وإحرازه لحوالي 65 هدف في الدوري. الراجل عامل أرقام قوية جدا مع نادي الزمالك، ماشي بشكل كويس جدا وبمنتهى الاحترافية مع نادي الزمالك، ومواقفه كلها إيجابية. لحد دلوقتي أنت بتتكلم على زيزو، بتتكلم عن الراجل عمل إيه في الفترة اللي فاتت، بتتكلم عليه في الملعب، أفاد نادي الزمالك بشكل كبير جدا جدا جدا، وبيعترف بده وبيقر بفضل نادي الزمالك عليه، وده أمر في غاية الأهمية. أنت في فترة دلوقتي مفيش حد بيعترف غير ناس قليلة قوي، ناس قليلة قوي. وخلي بالك ده أمر مهم قوي، يعني في ناس في الفترة دي تستخبى. لا، الراجل طلع واتكلم وما عملش زي بعض اللاعبين. الراجل واضح وبيتكلم عن إن نادي الزمالك عايزني، أنا عايز نادي الزمالك ودي رغبتي الأولى. إدارة نادي الزمالك أو جمهور حتى نادي الزمالك حابب إن أنا أتباع، يا عم أنا ورا الرأي أو ورا القرار اللي حبه جمهور نادي الزمالك. فالراجل كده زي ما بيقولوا عدى لعيب، لعيب محترم بره الملعب خارج الملعب. تصريحاته كمان وكلامه فيها اتزان كبير جدا جدا، وده امر برضه ما بنشوفوش كتير ان لعيب يبقى عنده اتزان. مش بعض اللاعبين، في بعض اللاعبين بيشعللوا الدنيا، بيحبوا الشو، بيحبوا البومينج. لا، زيزو لعيب راكز كده وعاقل وعارف هو بيقول ايه، وما بيتكلمش في كل الاوقات. الراجل بيتكلم في الاوقات اللي هي محتاجة توضيح، اللي هي محتاجة فعلا انه يتكلم. فده لعيب مهم جدا في نادي الزمالك، كلنا نتمنى استمراره باذن الله مع نادي الزمالك واستمرار تألقه. بقول لكم الراجل اصبح ثامن هداف تاريخي لنادي الزمالك في بطولة الدوري، ده مش امر سهل. الراجل بقاله كام، الراجل بقاله كام سنة في نادي الزمالك؟ 3 4 سنين في نادي الزمالك. الراجل بقى تامن الهدافين التاريخيين، وبقى العاشر او الحداشر بشكل عام في كل بقى البطولات او في كل المشاركات، مش في الدوري بس. فدايما جمهور نادي الزمالك واعي جدا للحتة دي، ودايما اللي بيشتري الزمالك جمهور نادي الزمالك بيشتري. دي حاجة مهمة جدا جدا برضو، نقطة شغلة الناس حبينا نعلق عليها.